السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. موعد تحديث السجلات فرصة إضافية لاستحقاق المحلية، جهود مكافحة الفساد نقاط التآزر والتعاون مع المجتمع الدولي وتحمل المسؤولية. حياكم الله مشاهدي الأحبة مع تمديد مفوضية الانتخابات الموعد المحدد والمخصص لتحديث السجلات إلى 12 من آب، فإنها منحت هامشا زمنيا يمكن اعتباره فرصة إضافية للمشاركة الجماهيرية في استحقاق الانتخابات المحلية، فضلا عن اعتبارات الأهمية لضرورة التفاعل مع هذه الفرص الذهبية وضمان حق التصويت في الممارسة الديمقراطية واختيار ممثلين في جسد الحكومات المحلية. هذا الإجراء يأتي بعد فرصة مماثلة منحت للتحالفات السياسية الراغبة في خوض غمار المنافسة لانتخابات الخريف، وأوصدت أبواب هذا الخيار قبل يومين من الآن، غير أن الأول ما زال متاحا. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، لا يختلف اثنان أن جهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد يشار لها بالبنان، غير أن وصولها لتحقيق أكبر نقاط النجاح مشروط بالتكامل مع المنظومة الدولية من خلال رفع الحماية عن الأشخاص المطلوبين واسترداد الأموال اللي هربت خلال سنين طوال، وهذا ما يحتم بطبيعة الحال أن يكثف العراق من قنوات اتصاله مع المجتمع الدولي اللي هو الآخر مدعو للتعاون، لما يشكل وجود من رافد يصب في تعزيز الجهود المحلية، فثروات العراق تنتظر الاسترداد. هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضل البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وأرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الأستاذ داود سلمان مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أهلا بك أستاذ داود، وكذلك الأستاذ نسيم عبد الله عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن، حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ داود أبدأ مع حضرتك، لغاية الآن كم بلغت نسبة تحديث البيانات في السجلات الانتخابية؟ شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. حقيقة نسبة تحديث سجل الناخبين لغاية اليوم تجاوزت 700,000 في عموم المحافظات، تتصدر محافظة نينوى المرتبة الأولى في التحديث خلال فترة التحديث. وأما بالنسبة للمجمل التحديث يعني منذ بداية فترة تحديث سجل الناخبين لغاية اليوم، فمحافظة إديالة هي المتصدرة بنسبة 91%، وكذلك لتوزيع البطاقات ونسبة توزيع تحديث سجل الناخبين 78%. نعم. طيب يعني ماذا عن المناطق التي لا زالت يعني غير مستوفية للشروط؟ نتحدث عن جزئيات في المناطق المتنازع عليها ككركوك وجزء من الموصل صلاح الدين. بالنسبة للمحافظات الأربعة اللي تعرضت إلى أحداث داعش اللي هي الأنبار، نينوى، كركوك، صلاح الدين، الإجراءات نصت على أن تكون التحديد داخل المحافظات حصرا، لا يحق لأي شخص من هذه المحافظات النقل من وإلى هذه المحافظات. كركوك حالة خاصة، قانون الانتخابات نص وشملها أيضا بثلاث فقرات لتحديث سجل الناخبين بعد أن يتم تشكيل لجنة من الوزارات الخمسة اللي هي التخطيط، التجارة، الصحة، العدل، الداخلية، وبعضوية مكونات كركوك من أعضاء مجلس النواب لغرض تدقيق سجل ناخبي كركوك كما نص قانون الانتخابات. وحركة التحديث أيضا مستمرة. نعم. ويعني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الإدارة الانتخابية، على اطلاع وتواصل مباشر مع مدراء المكاتب الانتخابية وكذلك مراكز التسجيل في هذه الانتخابات ودائرة الإعلام والاتصال الجماهيري أيضا،
وعبر الموقع الرسمي للمفوضية ومواقع التواصل الاجتماعي. تستقبل يوميا إذا كان هنالك مقترحات أو شكاوى على مراكز التسجيل، ويتم إجراء اللازم بالاتصال أيضا بتلك المراكز. طيب مجددا حياك الله أستاذ نسيم، ونتحدث في هذه الجزئية عن المدة الإضافية اللي منحت للناخبين وهذه الأعداد اللي تفضل بها الأستاذ داود سلمان المقبلة على تحديث سجلاتهم الانتخابية، شلون يمكن توصيفها بأنه هذه تعتبر فرصة ويجب استثمارها من قبل الناخبين، خاصة أن قانون انتخابات المعدل اشترط وجود البطاقة البيومترية المحدثة في المشاركة الانتخابية؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك أستاذ أحمد، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد اليوم يعني إقبال المواطن على تحديث معلوماته هو دليل على أن هنالك رغبة حقيقية. لحد الآن يعني حسب ما نشاهد احنا يعني الرقم يعني غير مشجع، نتمنى أن يكون هنالك إقبال من قبل يعني عامة الناس. تعرف حضرتك اليوم كل ما تكون حجم مشاركة كبير في الانتخابات كل ما تكون صناعة القرار بأفضل حالها. يعني احنا اليوم كل يعني أغلب الانتخابات السابقة اللي مرينا فيها ما في نسبة مشاركة كبيرة، وهذا من نتيجة ينطينا مبرر او ينطينا رساله على ان هنالك انزعاج وهنالك حقيقه يعني اراده من قبل الشارع على ان هنالك عدم رضا على ما يحدث الان. لكن ما نتمنى حقيقه هو ان تكون مشاركه واسعه، كل ما تكون مشاركه واسعه كل ما يكون حجم القرار وصناعه القرار تكون بافضل حالاتها. لحد الان حسب المعطيات المتوفره لدينا هنالك يعني نسبه ليست بالمستوى المطلوب، نتمنى أن يتم التوجه في المرحلة القادمة على مفوضية الانتخابات من أجل تحديث سجل الناخبين، وبالتالي هذا أعتقد ينطينا رسالة على أن هنالك رغبة حقيقية في المشاركة في المرحلة القادمة. طيب أستاذ داود، ما يتحدث الأستاذ نسيم عن عدم الإقبال الشديد وهذا الموضوع غير يعني مرضي للكتل السياسية التي ترم المشاركة في هذه العملية الانتخابية، طيب إذا ما استشرفنا يوم الوصول إلى نهاية الدوام الرسمي بيوم 12/8 وهي نهاية المدة المخصصة لتحديث السجل الانتخابي، شقد تتوقع أن تصل نسبة تحديث البيانات حسب وجهة نظرك؟ يعني يومياً نسبة التحديث يومياً هي تفوق 50,000، هذا العدد عدد كبير مقارنة السابقة. إحنا اليوم عندنا 675,000 يعني لغاية يوم أمس، إحصائية اليوم لم تتوفر لدينا لغاية الآن بسبب جمع البيانات من كافة مراكز التسجيل، وهي مستمرة لغاية الآن جمع البيانات. نتوقع أن يكون العدد الكلي الذين حدثوا بياناتهم مع آخر يوم من 900,000 إلى 1,000,000 إن شاء الله، وهو عدد كبير مقارنة مع الانتخابات السابقة. يعني يوميا احنا عندنا أكثر من 50,000 في 15 محافظة فقط، وهي المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات. طيب هنا أيضا نأتي لدور مهم جدا أستاذ نسيم، وهو دور الإعلام في مساندة المفوضية في مهمتها، أيضا الشخصيات الاجتماعية الدينية الوجوه العشائرية المؤثرة في تحشيد المجتمع للذهاب نحو مراكز تحديث السجل الانتخابي، ومن المطلوب بأن يكون خلال هذا التحديث وإقناع الرافض بالمشاركة الانتخابية بأن هذا الموضوع هو لا علاقة له بالمشاركة أو عدم المشاركة من عدة مراحل. يعني احنا اليوم خلينا نتحدث بصراحة، اليوم ما أريد يعني احنا نوجه اللوم إلى مفوضية الانتخابات، يعني بالوقت الحالي ما يعني حملتهم الإعلامية ماكو، احنا في الفترات السابقة كان هنالك توجه من قبل مفوضية الانتخابات على توجيه الناس على تحديث سجل الناخبين. أنا أعتقد اليوم على مفوضية الانتخابات أن تبتكر طرق أن تكون قريبة من الناس. إحنا اليوم نشاهد حقيقة صحيح هنالك بعض المحاولات من قبل يعني قد تكون هي منفردة من بعض المراكز الانتخابية أو بعض المحافظات، أن يذهب موظف مفوضية الانتخابات في أحد الدور أو أحد الأماكن ويتم تحديث سجل الناخبين. أعتقد على مفوضية الانتخابات أن تتجه باتجاه الإعلام من أجل توجيه الناس. حقيقة اليوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أكثر تأثير، حتى أكثر تأثير من شاشات التلفاز، على مفوضية الانتخابات أن تسعى باتجاه يعني ممارسة التطبيقات. اليوم الناس أعتقد وسائل التواصل الاجتماعي أكثر تأثير على عامة الناس. نتمنى أن تكون لمفوضية الانتخابات
خطوة باتجاه وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حث الناس على تحديث سجل الناخبين، بالإضافة على مفوضية الانتخابات أن تتجه باتجاه التوجه إلى بيوت الناس، إلى يعني خلق ثقافة عامة على أنه أنت يعني إيش قد ما تكون عندك، كيف ما تكون رؤيتك في الطبقة السياسية في ما يحدث الآن، هذا لا يعني بأن أنت ما تحدث سجل الناخبين. بالتالي اليوم على مفوضية الانتخابات أن تقوم بدور حقيقي من أجل توجيه الناس. طيب أستاذ داود، نتحدث عن هذه المساندة من قبل وسائل الإعلام. يعني في السابق كانت المفوضية لديها مبالغ مالية مخصصة للإعلانات، اليوم كيف تكون العلاقة مع وسائل الإعلام؟ يعني هل هي علاقة تخادم إذا لم تتوفر الأموال؟ يعني أنت جاوبت السؤال أستاذ. المشكلة بالمفوضية اللي تعاني حاليا من هي التخصيصات المالية للقنوات الفضائية. لدينا فقط مع القناة الرسمية تعاون يعني شبه يومي، وأيضا بث الإعلانات المجانية وكذلك الأخبار. هذا دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري أيضا مستمرة بعقد الندوات والورش والمؤتمرات التي تثقف على تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم أيضا، وكذلك استلام بطاقة الناخب البيومترية الموجودة حاليا في مراكز التسجيل، علما أن عدد البطاقات الغير مسلمة حاليا أو الغير المستلمة من قبل الناخبين أكثر من 1,000,000 بطاقة هي موجودة في أغلب مراكز التسجيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والمهم جدا واللي نأكد عليه، أن المفوضية لديها أكثر من 1,800 فريق جوال منتشرة في عموم العراق. هذه الفرق الجوال يومية تأتي بتقارير عن أماكن تواجدها وعدد الناخبين اللي سجلوا، يعني كل فريق ايش قد يسجل، ينطينا موقف يومي بعدد الناخبين اللي كل فريق ايش قد يسجل منتشرين في الوزارات والمؤسسات، وخصوصا وزارات العفو، وخصوصا دوائر التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار أن المراجعين شبه يوميا مع المستمسكات مثل البطاقة الموحدة، الجوازات، دائرة المرور. هذه الفرق مستمرة بعملها يوميا حتى قبل فترة تحديث سجل الناخبين. 1,800 فريق جوال في عموم المحافظات، ونأكد على أنه لولا هذه الفرق لما وصلت النسبة إلى أكثر من 750,000 لغاية يوم أمس. طيب. ومن المؤمل أن تصل إلى 1,000,000 مع يوم 12 آب إن شاء الله. الجهود على الميدان يعني واضحة جدا أستاذ داود، ولكن أسأل حضرتك على هذه الحملات الإعلامية والجهود الساندة، يعني هل هنالك مثلا مذكرات تفاهم مع جهات قطاعية مثل ما تفضلت حضرتك على شبكة الإعلام العراقي، أيضا هيئة الإعلام والاتصالات لما تكون معنية بترخيص الفضائيات، هل من الممكن أن تفرض الهيئة بالتعاون مع المفوضية من الفضائيات التعاون مع في نشر هذا الوعي، أيضا مع شركات الهاتف النقال عن طريق هيئة الإعلام والاتصالات بإرسال رسائل SMS، هل هنالك مذكرة تفاهم في هذا الشأن؟ نعم، لدينا مذكرة تفاهم مع شبكة الإعلام العراقي، وأيضا الإعلانات واضحة مثل ما تفضلت، كذلك وسائل التواصل الاجتماعي أيضا المفوضية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة لهيئة الاتصالات، سيتم إن شاء الله عقد مذكرة تفاهم لمرحلة الاقتراع وتزويدنا بأجهزة اتصال خاصة ليكون يعني خط خاص للمفوضية، وهو خط اتصال مجاني بعد إن شاء الله بعد نهاية مرحلة تحديث سجل الناخبين لغرض توزيع بطاقة الناخب. دائرة الإعلام أستاذ نأكد على أنه هي مستمرة بهذا الأمر، أيضا الندوات والورش والإعلانات الشبه اليومية التي تكون موجودة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمفوضية. نعم. أكو سلوك انتخابي دكتور نسيم، يعني لما نتحدث عن هذه المؤشرات الحالية، احنا نريد نستقطب الناخب بالذهاب وتحديث سجلاته، ومن ثم الذهاب بالإدلاء بصوته. لما نتحدث عن إصلاح الأوضاع الخدمية، نتحدث عن تصحيح سلوك الأداء السياسي، أليس من المفترض أن تترجم هذه السلوكيات إلى عمليات تحديث السجلات الانتخابية وتصل إلى حد مقنع بنسب المشاركة؟ يعني أنا أعتقد اليوم يعني لدى المواطن هنالك خلط حقيقي. اليوم هنالك رأي لدى عامة الناس على أن هنالك يعني لديهم موقف من العملية السياسية، ولديهم موقف يعني اتجاه الكتل السياسية، وبالنتيجة هذا يجعلهم يعني يسيرون باتجاه آخر اللي هو ما يحدث سجل الناخب ولا البطاقة، يغير البطاقة الانتخابية، وبالنتيجة هذا ينعكس على يعني عزوفة عن المشاركة. لكن
حقيقة الأمر اليوم هنالك رأي آخر يقول على أننا يجب أن نسير باتجاه أن نحدث بياناتنا وأن نسير باتجاه التغيير، وهذا أعتقد اليوم هو الرأي يعني الذي سوف يسود في المرحلة القادمة. وأعتقد اليوم هنالك يعني وعي حقيقي من قبل عامة الناس على أن التغيير يجب أن يتم من خلال صندوق الاقتراع. هذا أعتقد هو الرأي اللي سوف يسود في المرحلة القادمة. أنا أعتقد اليوم كل ما الإنسان أو كل ما المواطن العراقي سعى باتجاه أن يحدث بياناته، أن يسير باتجاه تغيير بطاقته، أعتقد هو الخيار الأفضل في المرحلة القادمة. قضية يعني عزوف الناخب عن المشاركة هذا أعتقد يعني سلوك غير صحيح. نتمنى أن يكون رأي حقيقي ووعي حقيقي لدى عامة الناس على أن التغيير يتم من خلال صندوق الاقتراع. وأعتقد اليوم هنالك وعي لدى عامة الناس على أننا يجب أن نسير باتجاه التغيير، وقضية الانتخابات والمشاركة هي السبيل الوحيد للتغيير. طيب الفئات المستهدفة في التحديث أستاذ داود، يعني أكيد هي 2004 و2005 كفئات جديدة ومشمولة لها حق الاقتراع لأول مرة، وكما يبدو هاي النسبة هي الأكبر إن كانت لديك 9% بإحصاءات دقيقة، ولم تتجه نحو التحديث لغاية الآن بشكل فعلي. هنا شلون نحتاج إلى محفزات لهذه الفئة؟ حتما هي تحتاج طرق مختلفة عن غيرها من الفئات. نعم، قبل بداية فترة تحديث سجل الناخبين كان عندنا تعليمات إلى كافة مكاتب المحافظات ومراكز التسجيل بالتوجه إلى الإعداديات والكليات وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية لغرض تحديث سجل ناخبين للفئة المستهدفة اللي هي 2004-2005. حصلنا على عدد كبير جدا بوقتها. حاليا بعد يعني في خلال فترة تحديث سجل الناخبين أكثر من 35,000 هي فقط 2005. 2004 يعني مستمرين أيضا بتسجيلهم. الأعداد اللي حاليا عندنا قلت لك 35,000 هذا فقط مواليد 2005، وإحنا مستمرين كذلك بالتسجيل كافة التولدات الجديدة اللي هي من 2001 2002 2003 صعودا إلى 2005. وكانت الخطة اللي طبقتها المفوضية قبل بداية التحديث ناجحة جدا، وكذلك النتيجة كانت عالية ونسب بارزة جدا بالتحديث. طيب قبالة ذلك يا أستاذ نسيم، يعني بعض الأحزاب خلينا نسميها اللي معتمدة على جمهورها الحزبي الثابت في كل انتخابات، ما المصلحة لديها في الدعوة والتثقيف لتحديث سجل الناخبات الانتخابات عفوا؟ فبالتالي إذا كان يرفع منسوب الوعي راح يأثر على جمهورها. الآن أعتقد اليوم يعني قضية يعني نسبة المشاركة حتما ما راح تكون يعني راح تكون يعني نسبة مرتفعة. بالتالي اليوم يعني كل البرلمانات كل العمليات الانتخابية اللي تسود في العالم حقيقة كل ما كان نسبة المشاركة فيها أكبر كل ما تكون يعني درجة يعني صناعتها القرار تكون أكثر قانونية. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات يعني إرادتهم أو التوجه الحقيقي اليوم إذا أردنا يعني نسير بالاتجاه الحقيقي على مفوضية الانتخابات أن تشرع العملية الانتخابية. طيب كيف تشرع العملية الانتخابية؟ من خلال نسبة المشاركة. اليوم كل ما تكون نسبة المشاركة أكبر كل ما تكون نتائج الانتخابات هي شرعية أكثر. إحنا شاهدنا يعني هنالك في الفترات السابقة هنالك يعني وسائل إعلام تحاول أن يعني أن تقلل من نسبة المشاركة، هدفها بالدرجة الأساس هو أن يعني تسحب الشرعية من الانتخابات اللي يتم إجراها. بالنتيجة أنا أعتقد اليوم كل الكتل السياسية لديها رغبة حقيقية على أن يجب أن يسير المواطن باتجاه أن يحدث بياناته. طيب المواطن مو بالضرورة أن يكون يسير باتجاه آخر. أنا أعتقد اليوم الكتل السياسية لديها رغبة حقيقية على أن تكون نسبة المشاركة أكبر، وبالتالي كل ما تكون نسبة المشاركة أكبر كل ما تكون يعني شرعية الانتخابات تكون أفضل. هذا أعتقد يعني رأي الكتل السياسية، وأعتقد اليوم مفوضية الانتخابات تسير برؤية واحدة هي يجب أن يحدث المواطن بياناته، وبالنتيجة يجب أن تكون هنالك عملية انتخابات شفافة وقانونية ويجب أن تحظى بالشرعية من قبل يعني من قبل العالم أو من قبل المنظمات اللي هي تشرف عليها. طيب أغلب عمليات تحديث سجل الانتخابي أستاذ داود
على أي المواضيع تركز؟ يعني أخطاء في البيانات، في النقل، في الحذف، ملف النازحين؟ أغلب العمليات هي تتضمن التغيير من محافظة إلى أخرى أو داخل المحافظة. بتعرف حضرتك أنه الانتخابات الأخيرة 21 المفوضية أغلقت باب التغيير بسبب توزيع الدوائر الانتخابية والنسب السكانية وكذلك عدد المقاعد لكل دائرة بموجب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020. اليوم المفوضية إذا تراجع الإحصائيات الصادرة لآخر إحصائيات تجد أن عمليتين هي الأكبر، هي عملية التغيير وعملية التسجيل البيومتري. يعني اللي عنده بطاقة قصيرة أو اللي سحبت في يوم الاقتراع أيضا بطاقة قصيرة ما بها صورة، هي النسب الأعلى ما بين التصحيح والأضافة. نجد أنه أكثر من 321 ألف عملية التغيير وكذلك أكثر من 225 ألف عملية التسجيل. هاي 225 ألف و 325 ألف من مجموع 675. لذلك تلاحظ النسبة أنه أكثر من 85 إلى 90% تتضمن عمليتي التغيير والتسجيل البايومتري لأول مرة. طيب بس أنا سأتحدث عن المدد الزمنية، هل راح يتم الطلب من المفوضية من قبل الكتل السياسية الأحزاب بأن يتم تمديد فترة تحديث سجلات الناخبين على اعتبار أن الكتل السياسية لهم أيضا معنية بالتثقيف لهذا الجانب وفتح وفسح المجال أمام الناخبين لفترة أطول؟ بالتأكيد اليوم يعني مسألة يعني أن يستنفذ الفترة الزمنية، أنا أعتقد اليوم لدى الكتل السياسية لدى مفوضية الانتخابات يعني الوقت محدد بالنتيجة. قد يكون التمديد هو يعني قد يكون هنالك وقت مو يعني فنيا هو غير ممكن لمفوضية الانتخابات، لكن أنا أقول لك بصراحة اليوم على مفوضية الانتخابات أن تبتكر طرق أخرى من أجل يعني ما أريد أقول إجبار المواطن على تحديث سجل الانتخابات، لا، على مفوضية الانتخابات أن تسعى باتجاه خلق ثقافة لدى المواطن. أنا قلت قبل قليل سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هسه اليوم مسألة المشاركة هي مو بالضرورة أن تكون دعم للكتل السياسية، لا، المشاركة قد تكون هي تعزيز لدور المواطن سياسيا. اليوم المواطن بدون بطاقة بايومترية أعتقد هو غير مفعل سياسيا. على مفوضية الانتخابات أن تسعى باتجاه خلق ثقافة سياسية للمواطن على أنه هنالك حق سياسي لدى كل مواطن يمارسه في كل عملية انتخابية، وبالتالي عدم المشاركة في الانتخابات هو سلب لهذا الحق. طيب أستاذ داود، يعني كما تفضل أستاذ نسيم، شنو احتمالية أن تمدد المفوضية فترة التحديث وكما حصل في تمديدها سابقا لتسجيل التحالفات؟ وأيضا شنو ضرورة ضبط السجل الانتخابي للنازحين سواء كانت مخيمات النزوح كمرتكز في التزوير والتلاعب بالسجلات كمؤشرات سابقة؟ بالنسبة يعني قانون الانتخابات نص على أن يكون تصويت النازحين بموجب البطاقة البيومترية حصرا. نعم. إحنا حاليا ما عندنا سجل ناخبين، يعني بعد كل نهاية عملية انتخابية يتم حذف سجل الناخبين لنبدأ من جديد بسبب الحركة السكانية للناخبين، يعني ناخبين داخلين المخيمات وناخبين خارجين من المخيمات. قانون الانتخابات نص على أن يكون تسجيل الناخبين النازحين داخل المخيمات بالاعتماد على وزارة الهجرة والمهجرين. المفوضية شكلت لجنة فنية لغرض تسيير فرق جوالة والإشراف على عملية تحديث سجل الناخبين النازحين. لدينا 6 مخيمات في أربيل و15 مخيم إلى 16 مخيم في إدهوك. نسبة تحديث سجل الناخبين للنازحين عبرت 80% من المخيمات، ما عدا ناخبي سنجار اللي هم داخل وخارج المخيمات، هاي ايضا الاستثناء جاء بموجب القانون. الفرق الجوال اللي حاليا تشتغل بالاقليم بالمخيمات هي صباحي ومسائي، يعني حتى تستمر الى ساعات متاخره من الليل، لان تعرف النازحين مرات يطلعون من المخيمات يشتغلون فيرجعون ساعات متاخره، ما يقدرون الصبح ولا الجمعه والسبت، مرتبطين باعمال. حتى نضمن تسجيلهم بعد رجوعهم من اعمالهم واستقرارهم داخل المخيمات شكلنا فرق جواله مسائيه لغرض تسجيل الناخبين النازحين. هذا الثاني. السؤال اللي قبله اللي على التمديد، المفوضيه مرتبطه نعم على امكانيه التمديد. نعم نعم، المفوضيه مرتبطه بفقرات جدول زمني. نعم. هاي الفقرات يعني تعرف بعد انتهاء مرحله تحديث سجل الناخبين نبدا بالمرحله الثانيه اللي هي تحليل وتقاطع ومعالجه البيانات. هذا الشخص سجل لاكثر من مره، هذا الشخص اجرى تغيير خلافا للضوابط،
يعني تعرف المحافظات الأربعة اللي ما مشمولة بالتغيير، احتمال كان التغيير بخلاف الضوابط لازم نعرفه عندنا بالسيرفر الرئيسي، هاي كلها تظهر عندنا، هاي نحللها ورا ما نكمل التحليل ومعالجة مطابقة البيانات، ترسل هاي البيانات المشفرة إلى الشركة المصنعة لأغراض طباعة البطاقات، ومن ثم تأتي البطاقات وتوزع على مكاتب المحافظات ومن مكاتب المحافظات إلى مراكز التسجيل وصولا إلى الناخب. هاي كلها مرتبطة بفقرات الجدول الزمني اللي إذا نفذناه بموجب التوقيتات الرسمية يوصلنا إلى 18-12 إن شاء الله. أي تمديد على أي فقرة بالجدول الزمني يشكل عامل ضغط على المفوضية، وبالتالي يؤثر على تنفيذ الفقرات التي تلي. أشكرك شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الأستاذ داود سلمان مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والأستاذ نسيم عبد الله عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن، شكرا جزيلا لحضرتك. ضيوفا أكارم في الأستوديو، نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحباب، هذا الملف أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الأستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي، أهلا ومرحبا بك أستاذ حليم، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور غازي فيصل مدير مركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من عمان، حياكم الله ضيوفا أكارم. أستاذ حليم، محليا خلينا نبدأ، العراق حقق خطوات نوعية في الحرب ضد الفساد، وهذا الجهد لا ينكر ويشار إليه بالبنان، لكن المهمة تبدو أصعب خارج العراق اللي يسعى لاسترداد الأشخاص الهاربين والأموال المهربة، وظل متعثر هذا الملف، لماذا صعب هذا العمل في السابق والآن بدأت المسارات تتحلحل شيئا فشيئا؟ شكرا دكتور، أنا أود أن أشير إلى قضيتين في هذا الجانب. القضية الأولى أن مجموعة العمل الدولية هذه المتخصصة بتقييم الدول في موضوع غسيل الأموال وتهريب العملة قبل يومين أو ثلاثة التقت برئيس الوزراء العراقي السيد السوداني، وكان اللقاء جيد، وأن هذه المنظمة منظمة العمل الدولية مدحت إجراءات العراق في هذا الجانب، وهذا مؤشر جيد لأن هذا يقوي موضوع الائتمان، وبالتالي ينطي دعم للمؤسسة المصرفية في العراق حتى تتعامل مع الخارج بسهولة. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو كلش مهم، أن العراق بدأ يخطو خطوة خارج الحدود للمطالبة بشكل رسمي من خلال الانتربول وهذه الدول المعنية باسترداد عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا فساد، لكن هنا الموضوع مقابل الداخل العراقي يتحرك بشكل جيد وهذا يحسب إلى هيئة النزاهة، هنالك ضعف وهذه لازم نأشرها في عدد من السفارات العراقية. من يقوم بمتابعة هذه المذكرات يفترض السفير العراقي أو السفارات العراقية في هذه الدول، ربما دول أوروبية دول عربية، يمكن أعتقد أن سفير السفارة في الإمارات وفي سلطنة عمان تتعاون بشكل جيد وتابعت هذه الأمور أو هذه المذكرات. لذلك مثلا قبل يومين أو ثلاثة أصدرت هيئة النزاهة على عدد من المطلوبين كانوا مسؤولين في زمن الحكومة السابقة. من سيتابع هذه المذكرات؟ لا أعتقد أن هيئة النزاهة وحدها أو الحكومة العراقية هنا في الداخل وحدها تستطيع أن تسترد.
هنا يجي دور وزارة الخارجية، هنا يجي دور السفارات. يفترض السفير على درجة عالية من العمل والأداء أن يتابع هذه المذكرات، لأنه هذه الدول مو بسهلة أن تسلم، خصوصا إذا كان يحمل جنسيتها، يعني هو مواطن في أمريكا أو في بريطانيا أو في دول أوروبية أخرى. هذا يجي دور السفارة مع الحكومات المعنية تتفاهم لتنفيذ مذكرة الاعتقال أو الجلب. هسه الجلب لغرض التحقيق، الجلب عليه تهمة، هو متورط. هذه مهمة القضاء العراقي تصير هنا في الداخل، في داخل العراق، يعني قضية محلية تصير. طيب، رغم وجود العديد من الاتفاقات الدولية، حبك مجددا يتفضل أستاذ حليم سلمان حول هاتين الإشكاليتين، ورغم وجود العديد من الاتفاقات الدولية التي تنص على التعامل الدولي في إطار مكافحة الفساد، لكن إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام فهو الموضوع يبدو أنه دون المستوى المطلوب من التفاعل وتسليم المدانين. لماذا؟ مؤكد يعني هناك عقبات كثيرة، وأيضا عندما الانتربول اليوم في العراق يبلغ دولة معينة مقيم بها شخص يعني عليه اتهامات بارتكاب جريمة غسيل الأموال، جريمة تهريب الأموال وغيرها من التفاصيل المالية، من المؤكد إذا الوثائق مكتملة على الدول الأخرى أن تقوم بالإجراء اللازم. يعني ونتذكر تماما تم تسليم عدد من المجرمين، أتذكر وزير التجارة عبر الانتربول من لبنان، لكن لاحقا تم إطلاق سراحة في حين قبل 5 سنوات أو أكثر. أنا أعتقد أن الانتربول عندما تصل وثائق مكتملة ومستندات مكتملة طبقا للأصول المتعارف عليه مع الانتربول، وهو موجود في مختلف دول العالم، والعراقي أيضا ينسق مع الانتربول، فبالتالي يتم الإجراء بتسليم هذا الشخص إلى السلطات العراقية المختصة ومنها إلى القضاء. أنا أعتقد لا توجد مشكلة، باستثناء ما تفضل به ضيفك الكريم، إذا كان لديه جنسية أخرى أمريكية، بريطانية، فرنسية، رومانية، غيرها، أكيد هنا تكمن مشكلة أخرى. إذا كانت يعني توجد بين العراق وبين هذا البلد اللي يمتلك جنسيته الشخص المدان المتهم، فبالتالي وفقا للاتفاق يتم تسليم هذا المجرم، يعني تبادل المجرمين، او يعني اما اذا لا يوجد اتفاقات بين العراق او اتفاقيات تتعلق بالمجرمين ومتابعتهم وتسليمهم بصوره مفصله وبالتبادل، طبعا اعتقد هناك مشكلة في حالة عدم وجود اتفاقات. إذا كان يحمل الجنسية العراقية فأعتقد لا توجد أي مشكلة على الإطلاق. طبعا ازدواجية الجنسية تسهل إلقاء القبض عليه حتى لو كان من جنسية أخرى، لكن هناك بعض الأشخاص يتمتعون بالحماية مثل السامورائي اللي كان وزير نفط ويقال أنه يعني متهم بفساد مالي يقدر ب5 مليارات دولار. طبعا الحقيقة في النهاية يكشفها القضاء والتحقيق والتفاصيل يعني، لكن هذا المتداول. طيب أستاذ حليم، يعني هنا عندنا أيضا قضية مهمة. اليوم العراقي يشهد انفتاح سياسي واقتصادي كبير جدا، تشابك مع العالم الخارجي. شلون من الممكن أن تساهم هذه العلاقات في إقناع الدول بمساندة الجهود المحلية لاسترداد الأشخاص المطلوبين واستعادة الأموال؟ دكتور، بصراحة يعني حكومة السيد السوداني أو أن المنهاج الحكومي يشير لهذه المسألة، مسألة العلاقات الخارجية، خلال 8 أشهر وربما 9 أشهر الآن من عمر هذه الحكومة، إلى حد ما نجح رئيس الحكومة في مد يعني خطوط من التواصل، خصوصا مع دول الجوار، دول الجوار العراقي ودول الخليج، ولذلك هذه العلاقات الجيدة المبنية على الثقة والتعاون واحترام سيادة البلدان من كل الأطراف هي التي ستسهل للعراق إذا كان أحد المطلوبين مثلا
في تركيا أو في واحد من دول الخليج سهلة جدا أنه يعني يتحرك عليه الانتربول أو السفارة العراقية أيضا تساهم. ليش؟ لأنه هنالك علاقات جيدة تربط هذه الحكومات مع الحكومة العراقية. بمعنى الآن تقريبا أكو نوع من الثقة بالعلاقة مع الحكومات، يعني الحكومة العراقية. إحنا إذا نجحنا في هذا الملف، يعني ملف الخارجية العلاقات الخارجية، راح يساعدنا كثيرا في فك عقد، يعني عقد هذه اللي إحنا قاعد نتعرض إلى هزات. مثلا هسه إحنا عندنا مشكلة الدولار، هذا بحد ذاته هاي العلاقات، شوف مع البعيد الجغرافي وهو قريب سياسي الولايات المتحدة الأمريكية، يفترض إحنا إذا نتمتع بعلاقات جيدة مبنية على احترام البلد، يعني البلدان، احترام سيادة البلد، يفترض إحنا هذه نحلها القضية، نحلها بالتفاهم بالمفاوضات، وبالتالي حتى لا تؤثر آثارها، يعني آثارها أليمة على الاقتصاد العراقي. كلما انفتحنا بعلاقات، ما أريد أقول سياسية، علاقات اقتصادية، كلما راح تخف علينا المشاكل في الداخل العراقي. كلما نجحنا في جلب الاستثمارات، هسه حتى ذا من دول الجوار العراقي جميعا، كلما قلت المشاكل علينا ويصير البلد ستيبل ويستقر. لأنه اليوم الاقتصاد والحركة الاقتصادية والمنظومة الاقتصادية هي التي تتحكم حتى في طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين البلدان المختلفة. كثير من المدانين دكتور غازي بهذه القضايا يحملون جنسية البلدان اللي يتواجدون فيها، مثل ما تفضلت حضرتك وأستاذ حليم. هذا الأمر يعني لما هو يصعب من مهمة الوصول إليهم، شلون من الممكن أن يتم تجربة العربية سابقا استولت على الأموال مقابل توفير الحماية للشخص الفاسد على أراضيها؟ نعم، بالتأكيد هي موضوع جدا معقد، لكن أعتقد في نفس الوقت إذا كانت هناك علاقات وثيقة بين الجمهورية العراقية، بين المؤسسات المعنية في العراق والدول على اختلافها، نعم، فأعتقد لا توجد مشكلة طبقا للاتفاقات بين العراق وهذه الدول، متابعة المجرمين، متابعة المتهمين، مسألة الأموال وتحويلها إذا كان هناك مستندات حول تحويل الأموال من العراق بطرق غير مشروعة نحو بنوك في دول الجوار أو نحو بنوك في الدول الأوروبية أو آسيوية أو أفريقية أو أطراف ثالثة باتجاه دولة أخرى، هذا كله موجود بالتأكيد كوثائق لدى السلطات العراقية المختصة. فهذه الوثائق أكيد ستساعد وتدعم مطالب العراق بتسليم هذا المجرم، لكن قد يكون غير اسمه، لأن الإنسان عندما أي إنسان الآن في أي دولة في العالم عندما يغير جنسيته ينطوه حق تغيير اسمه، وممكن يأخذ اسم مسيحي، يعني يصير جورج، يصير دافيد، يعني الله أعلم من عرب الضبط كيف الأمور تصير ويا أي إنسان، لكن ممكن تغيير الاسم فالمسألة تصير أصعب وأعقد. لكن الجهات الأمنية في تلك الدول لديها الاسم الأصلي، وممكن عبر التعاون بين المؤسسات العراقية وعبر السفارات كما أشار السيد حليم ممكن الوصول لتحقيق الهدف. وأنا شفت بالإمارات تم تسليم شخصيتين وأكثر، أيضا الأموال المودعة اللي يتم الكشف عنها كأموال يعني للجريمة المنظمة، أموال وسخة، يعني بالتالي هذه أيضا تعاد للعراق، يسترجع الأموال لكن هي ليست بالعملية السهلة، لأن الأموال من تخرج من العراق ممكن تدخل إلى بنوك، ومن البنوك ممكن تذهب إلى مشاريع، ومن المشاريع ممكن تذهب إلى استثمارات، فهناك سلسلة بعد خروج هذه الأموال الوسخة عبر التهريب غير المشروع مؤكد يضيع الأصل ويضيع الجذر. لكن البنوك في العالم والاتفاقيات الدولية على صعيد الأمم المتحدة في متابعة وملاحقة الجريمة المنظمة
وغسيل الأموال وتهريبها هي جزء من الجريمة المنظمة أو جريمة من الجرائم المنظمة. كذلك في الاتحاد الأوروبي توجد اتفاقيات دولية لمواجهة الجريمة المنظمة. إذن كل هذه الدول، البنوك، غيرها، المؤسسات المعنية بحركة الأموال ممكن تتبع هذا المال الوصف اللي خرج من العراق وأصبح في شراكات واستثمارات وبنوك وعقارات وغيرها من التفاصيل. إذن على العراق أن يبدأ، يعني هنا اللحظة هناك جدية نعم، لكن المشاكل ما زالت كبيرة. يعني لننسى أنه صفقة القرن اللي هي داخل العراق والفلوس داخل العراق، زين نلاحظ زهير راح طلع وذاك مدري وين راح، والأشخاص اللي برا ما نعرف كيف نحيلهم للقضاء، واللي بالداخل المسألة متشابكة. هذه مليارين ونص، إذا نتحدث عن هدر لي يعني تريليون و500 مليار دولار يعني كهدر بالمال العام. هذه كارثة. يعني أتذكر الشلبي عندما تحدث عن 312 مليار دولار في زمنه صرفها البنك المركزي، هذه كان ممكن تأسس لقاعدة أساسية في الاحتياطي المالي العراقي. وبنفس الوقت هذه اللي أنفقت أو تم تصريفها أو بيعها كما أشار محمد علاوي وزير المواصلات السابق في محاضرة في لندن، أنه هذه تكلف أو بها هدر يقدر يوميا ب 13 مليون دولار و4 مليارات دولار سنويا. طيب. إذن هناك دكتور الكثير من الحلقات يفترض البحث عنها وكشفها ومتابعتها. دكتور حليم، لما تفضل الدكتور غازي بهذه الحلقات وتحدث عن السلسلة اللي يتم تبييض هذه الأموال، بنوك، مشاريع، استثمارات وإلى آخره، هنا نحتاج إلى توحيد المفاهيم القانونية بين العراق ودول الملاذ. يعني هي بكل الأحوال يعني في دولة العراق يعني علينا أن ننطلق يعني أولا من المعاهدات ومن القانون الدولي. لدينا في العراق عدد من المتخصصين في هذا الموضوع، وأيضا أن نحترم القانون ونتحرك فقط ضمن حدود القانون، وبالتالي القانون يحمي هذه الدولة ويجلب الحق إلها. بمعنى أنه ممكن العراق إذا عجز يعني لا سامح الله عن حل واحدة من هذه القضايا خارج الحدود، أنا أقول لا بأس أن الحكومة العراقية تتعاقد مع شركة محاماة استشارية تمسك هذا الموضوع وبالتالي ترجع الحق العراقي. بالمناسبة ترى كثير من الأموال ومنها أموال النظام السابق اللي صار حديث عنها والآن الحديث توقف. نعم. كثير يعني ملايين، بل ربما تتحدث عن مليارات. يفترض بالعراق أيضا إذا عجز عن هذه العملية تعاقد مع شركات متخصصة، شركات محاماة متخصصة لغرض الترافع وأيضا يعني المضي بمظلة القانون الدولي واسترجاع الأموال العراقية، وبنفس الوقت أيضا استرجاع من هو مطلوب إلى القضاء العراقي وهرب بطريقة معينة واحتمى في واحدة من هذه الدول. إذا ما تفاعل المجتمع الدولي دكتور غازي مع العراق في استرداد الأموال لهذا الموضوع اللي تحدثنا عنه، هل يتحقق النجاح بشرط الاستمرارية؟ طبعا هل يعني هذا أن البيئة ملائمة لهروب الفاسدين أو إيداع الأموال، بالتالي حجم الفساد من الأساس نتحدث عن جهة الهروب محلية أو دولية، هل من الممكن أن تصل إليه الجهات المختصة بيسر وسهولة؟ هو لا يوجد شيء سهل. يعني بالتأكيد يعني لما نتحدث عن الفساد المالي والجريمة المنظمة والمخدرات وتجارة الجنس، تجارة الأعضاء البشرية، هذه كلها شبكات للجريمة المنظمة، وخصوصا مسألة تبييض الأموال، وأيضا هناك مسألة الأسلحة وتجارتها خصوصا الأسلحة الخفيفة والإرهاب. كل هذا يرتبط بما نسميه بالجريمة المنظمة بالقانون الدولي بالاتفاقيات الدولية. احنا العيب اللي عندنا، اولا من المفروض يكون على صعيد جامعة الدول العربية اتفاقية عربية على غرار الاتفاقية الأوروبية
لمتابعة أو مواجهة الجريمة المنظمة، بمعنى مثل ما تفضلت أنت بملاحظتك توحيد القوانين، المتابعة، التدقيق، التحقيق. يعني ممكن في الاتفاقية الأوروبية نمسك مجرم فرنسي في ألمانيا يمارس تهريب أموال أو غيرها من أشكال الجريمة المنظمة، سابقا لا يحق للسلطات القضائية أو سلطات البوليس أن تلقي القبض عليه. اليوم بعد الاتفاقية من حق ألمانيا تلقي القبض عليه وتحيله إلى السلطات المختصة، ممكن إلى القضاء لأن الموحد صار، أو تحيله تسلمه إلى فرنسا. اليوم بالعراق والدول العربية ودول الجوار لا توجد مثل هكذا اتفاقية. السؤال الآخر، هل العراق موقع على الاتفاقية الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة؟ إذا موقع على هذه الاتفاقية معناها ممكن يطلب مساعدة الدول جميعها الموقعة على هذه الاتفاقية، وبالتالي يتم تسهيل إلقاء القبض على المجرمين وإعادة الأموال وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالموضوع. إذا تحرك العراق أنا أعتقد يجب أن يصير على مستويين، بالذهاب نحو اتفاقية عربية بين جميع الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة، لأنها مشكلة ليست فقط عراقية. نعم العراق في 2017 البلد رقم واحد في مجال الفساد المالي وتحويل وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة. تمام. اليوم علينا أن نذهب إلى مثل ما تفضل ضيفك الكريم التوقيع، إذا ما موقعين على اتفاقية دولية لمواجهة الجريمة المنظمة وهي تشمل الأسس والقواعد القانونية الحقوقية القضائية الجنائية لمتابعة شبكات الجريمة المنظمة في العالم، وبالتالي أعتقد العراق ممكن يحقق أهداف مهمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور غازي فيصل مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، حدثنا عبر سكايب من عمان، والأستاذ حليم سلمان الكاتب والصحفي ضيفا كريما في الاستوديو وأثريت الحوار. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.